البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ شخباركم؟ يا ربي تكونوا في احسن احوالكم. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي، سمحوا لي البنات على هاد الفيديوهات اللي وليت كندير لكم. والله العظيم الا ما جيتش ندير بحال هكا راه تيقوا بيا، ما غاديش غنحبس. بحال اللي كان كيوقع لي شحال هادي، كنت صافي اون فوا كيوقعوا لي المهم مشاكل وهذا، صافي تنحبس، كنحبس من اليوتيوب، صافي القناه كطيح، كلشي كيتوقف. دابا ما يمكنش ليا نهائيا، والله ما كرهت ندير لكم فيديوهات كل نهار، ولكن راني مشغوله، جري 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 وما تنلقاش الوقت. بغيت ندير لكم هكا طويره في الخبازه، ما شاء الله كاينين حوانت فنين، مولين العطريه هنا تبارك الله معروفين، عندهم عطريه زوينه بزاف ديال الحاجات، ولكن اللهم لك الحمد والشكر. مازال ان شاء الله جاي الوقت فين غدوز هاد الازمه هذه ان شاء الله، والقناه ديالي تزيد القدام وتزياني ان شاء الله، وفيديوهاتي يكونوا زويونين باذن الله سبحانه وتعالى. وبكم وقبلوا عليا، الله يفرحكم. اليوم جيت نوريكم واحد القنادرات ديال الوليدات الصغار، وجابتهم ليا واحد السيده قالت لي صوريهم وقولي الثمن. هي عطاتني الثمن ديالها باش طلعوا عليها، وانا نشوف شحال خاصني نزيد ونقسموا انا وياها الربح. وهذا الشيء اللي كاين، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال. اللهم لك الحمد، مازال الايام الجايه غتكون زوينه. والله البنات كنحس بحياتي متوقفه تماما، ما بحال ما قادره ندير والو، بحال ما قادره والله ما عرفتش شنو خاصني ندير، ما عرفتش. الحمد لله لجأ لسيدي ربي سبحانه وتعالى، الادعيه، الاذكار، القران، كيف ما كتوصيوني، كيف ما الناس كيتواصلوا معايا هكا في الواتساب، قراي هاد الصوره، قراي هاد الدعاء. والله البنات الا ما راه غاده في داكشي، اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله على كل حال. المهم دوزو باش ما نطولش عليكم، نوريكم قنيدرات ما شاء الله فنين فنين فنين. اللي عجباتو شي حاجه غير يسكريني ويتواصل معايا. هانتوما راه ديال الوليدات، وكاينين ديال البنيتات في الطرز الرباطي بالماكينه، الطرز الرباطي باليد. شوفوا ما شاء الله شحال فنين، حمقوني ما شاء الله. شوفوا هادو غير الخويطات ديال الفينيسيون، لان الراندا شوفوا الدريس كيفاش شفن هكا وكتحمق. شوفوا هكا في صاله مخزانيه ديال الوليدات، من هنا من الشناب مطرقه بالماكينه، ولكن غزال. شوفوا الموديل ديالها ديال العيد الكبير، قنيطيره فنه. شوفوا لي هاد اللوين عاوتاني، هادو البنات راه مخدومين زعما شي حاجه نقيه دياريه، ماشي دوك ديال السوق. شوفوا شوفوا هذه فنه سيده، جات عندي من تمارا. شوفوا ما شاء الله فنين. هاد القنيطيرات كنظن ابتداء من 5 سنين بحال هكا. شوفوا ما شاء الله كتحمق من السطوق هاد اللوين هذا. شوفوا ما عرفتيني، هادي غزالة، هادي حمقاتني ما شاء الله، ديال البنيتات بالطرز الرباطي باليد. شفتو ومخدومه بالراندا من السطوق حتى لتحت. هادي راه صغيره البنات، هادي تلبس 4 سنين. شفتو ملاقيه كلها بالراندا. البنات بارطاجيو القناه عفاكم، وما تنساوش ليا لا جيم ولا لايك باش هكا ما تراجعش، لانني ما بقيتش كنخدم عليها بزاف، ماشي لخاطري والله ما لخاطري. وكما قلت لكم القناه اليوتيوب هو المصدر الوحيد ديال الدخل ديالي، وحق لا اله الا الله تمنيت زعما لو كان لقيت هكا شي خدمه، ولكن ما نقدرش لان الوليد باقي كي يرضع. شوفوا هذه ما شاء الله، هذه حتى ل 14 عام. هانتوما فنه فنه، فيها طريز هكا راه باليد البنات، باليد نقيه، تويب مبرد زوين. ونهتو هذا شوفوا الطريس ديال البراد، يد البراد واقيلا. هانتوما صرا كان كابر البنات والله باش نقدر نصور لكم. عطو مريضه ولكن الحمد لله على كل حال، موجو غادي يدوز، كنتسنى الفرج باذن الله سبحانه وتعالى. شوفوا لي هاد الطريزه هادي بالماكينه، شوفوا غزاله فنه. هادي حتى هي ديك 13 14 عام بحال هكا، والتويب مبرد غزال. شوفوا عاوتاني هادي حتى هي طريزه باليد، هذا لوين اخر. شوفوا شحال فنه، حتى هادي حتى هي 14 15 سنه. ليش باتوش حاجه يسكريني ويدوز لعندي؟ المهم اثمنه مناسبه البنات،
بالنسبة لي وحق الله العلي العظيم ما غاديش يتعدى الربح ديالي 25 درهم في البياسة، وحق لا إله إلا الله، زعما إن فوات تباع أنا غنزيد 50 درهم على الثمن اللي هي قالت لي بشحال طالعين عليها، وغنقسم أنا وياها هذيك 50 درهم. والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد على كل حال. شوف شوف خدمة برانتا، هذه صغيرة، هذه 4 سنين، 5 سنين، 5 سنين، فوالا 5 سنين، حتى 6 سنين إلا كانت البنيتة ما طويلاش بزاف. شتو فيها هاد شتو كي دايرة هاد الخناجر بحال هكا، وكلها ملاقية برانتا. هانتوما كاينه هذه كبيره شويه، 14 سنه، شوفوا الطريزه فيها ما شاء الله غزاله، وكلها ملاقيه بالرانده. هذه قدات الاخت ديالي، قداتها تقريبا، المهم عندها هي 12 عام، غير هي طويله. وشوفوا لي هذه غزاله، هذه ما خلاتش لي العقل. شوفوا شوفوا شحال فنه، شوفوا ما شاء الله، مخدومه بالكاتربيل، خديمه دياريه البنات، شي حاجه نقيه 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 ما شاء الله فنه. هذه صغيره 5 سنين، 6 سنين، 5 سنين، تجي زبيونه. انا تيعجبني بحال هكا القنيطرات الا شريتهم للوليدات يكونوا شويه كبار عليهم، ما يكونوش طوال، غير يكونوا شويه باش يلبسوا فيهم واحد المده، راكم عارفين ما كيلبسوهمش هما غير في المناسبات قليل وصافي. شوفوا شوفوا لي الطريزه باليد كيفاش دايره، هاد اللوين هذا في الكري كلها ملاقيه بالرانده غزاله. هذه 4 سنين، 5 سنين، انا كنشوف على حسب الطول، بالنسبه للعرض راه كيكونوا الوليدات ضعاف اغلبيه. كاينه حتى هذه، حتى هي 12 عام 13، شفتوا حتى هادي حمقاتني، حمقوني هادو اللي هكا فيهم الكاترفيل. شوف هادي قدات ولدي عنده 5 سنين، هانتوما هادي تاهي غزالة. هادي ولدي اللي عنده 7 سنين، قد 7 سنين، 8 سنين، 6 سنين إلا كان طويل، مهم من الأحسن 7 سنين، 7 سنين، 8 سنين، هانتوما. شوفوا لي الخديمه كيفاش دايره في الكتيفات، ضياريه، تنقول لكم شي حاجه نقيه، شي حاجه فنه. شوفوا افتحات كلهم راه فيهم افتحات في الجناب، لا ديال الراندا لا ديال الوليدات لا كلشي. شوفوا انا راه جيت هنايا للدار باش نصور لكم فيديو، فقط هادي حتى هي بالراندا ديال البنيتات، هذه فيها التنبات زوينه. شوفوا شوفوا لي ما شاء الله كلها في التولاتي حتى لتحت. هادي حتى هي 5 سنين بحال هكا، كاين هاد الخيطات هادو اللي بغيتو شي حاجه سكريني نهضر معايا في الواتساب باش نعاود نتاكد من الثمن ونقول لكم. شوف من السطوق عندي فات صغار، كاينه هادي حتى هي في الرنده بحال ديك اللي شفتو في الاول، شفتو كي دايره غزاله فنه هانتوما. هادي كاينه وحده بحالها كبيره، كاينه هادي صغيره، وهادشي اللي كاين البنات. هادي عجبتو شي حاجه يتواصل معايا، ما تنساونيش الدعاء يوم عرفه، عرفتو كنتسنى يوم عرفه بفارغ الصبر باش نطلب الله سبحانه وتعالى. بطبيعه الحال ايام الله كلها دعاء، ولكن يوم عرفه تيكون مميز، يوم عرفة كيكون شويه مميز، داكشي علاش كنتسنى بفارغ الصبر. وان شاء الله الرحمن الرحيم الدعوات ديالكم، كنحس بان الفرج قريب باذن الله سبحانه وتعالى. يا ارحم الراحمين يا ربي، تلفت بزاف ودارت بيا الدنيا، وليك لاول مره كيشوف القناه ديالي معكم راضيه من مدينه القنيطره، خياطه ديال البلدي، شي حاجه متقونه، خدمه ديال اليد، الراندا، كنحمق على الراندا، كنحمق على خدمة ديال اليد، كتعجبني خدمة هكا من خويا ديارية. وهادشي اللي كاين، ان شاء الله يا ربي تدوز هاد الموجة هادي ونرجع ندير لكم الجديد، ترجع فيا
الروح الحيويه والنشاط ان شاء الله، وندير لكم شي جليبات فنين لوينات يكونوا خفاف ان شاء الله ديال الصيف، ندير لكم متويبات ديال لولا، نرجع نشارك في المعارض باذن الله سبحانه وتعالى، نرجع نوقف على رجليا لاجل نفسي ولوليداتي. كون غير كنتب بوحدي ماشي مشكل، راه دغيا نشوف خديمه هكا كنت انكاجا فيها، ولكن الوليدات جهاد اسماعيل وبكر اللي هما الروح ديالي وهما حياتي وهما اللي خرجت بهم هاد الدنيا هادي، وما بغيتهمش حتى شي حاجه تضرهم، ما حتى شي حاجه ما بغيتها تضرهم، بغيت نخدم ونخدم ونخدم وندمر وندمر ونحفر باش نشوف دوك الوليدات مرتاحين، ونشوف دوك الوليدات ضاحكين، ونشوف دوك الوليدات ما خصهم حتى شي خير. داكشي اللي انا وقع ليا ما بغيتهمش يعيشوه، ما بغيتهمش يشوفوه. بطبيعة الحال انا ماشي كان نصرهم، لا بالعكس، وليداتي دايره معاهم كربيهم وفي نفس الوقت مهليه فيهم على قدر المستطاع، وكل شيء تبارك الله تيفهموه وكل شيء عارفينه، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. ماشي شي وليدات لي فشوش، لا بغيت وبغيت، لا بالعكس كيتفهموا ما شاء الله والحمد لله. الله يحفظ ليا وليداتي، والله يحفظ لكم وليداتكم. واللي عجبات وشي كنيضره هكا الوليدات تواصلوا معايا في الواتساب، وهذا الشيء اللي كاين البنات. ما تنساونيش الدعوات، الله يفرج همي وهم كل واحد مهموم، وهذا الشيء اللي كاين. والله حتى الهضره تتلف ليا، تفكير تفكير تفكير، ما كرهش نبقى غير ساكته وكنفكر كنفكر كنفكر في الهضره. حتى الوليدات مساكن ما بقيتش عاطيهم الوقت زعما كما يجب، ولكن كان مآمنة انها موجه وغادي تدوز باذن الله. مساله وقت، مساله وقت باذن الله. واخا راه صعيبه، صعيبة بزاف، صعيبة صعيبة والله العظيم. لو كان نقلب الكاميرا وتشوفوها، داري ما بقاتش دار، ما بقى ما كاين دار اللي ما فيها لا ما لا ضوء لا امال لا سكينة لا راحة، ما كتبقاش دار الصراحة. والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذا الصيف هذا الوليدات غادي يجلسوا، غنشوف شنو خصني ندير، غنخدم على قناتي، غادي نطلعها، خصني ندير بروغرامي ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن قبل من هذا الشيء هذا خصني نخرج من هاد الدار هذه، ولا بدا خصني نخرج، ولا بدا خصني نشوف شي دويره نكريها على قدي وعلى قد وليداتي وعلى قدر المستطاع ديالي، باش نبدا حياتي من جديد بشويه بشويه. صعيبه ماشي سهله مع ثلاثه ديال الوليدات. الحمد لله عندي مامتي معاوناني، مسكينه راه هي اللي شاده ليا دابا الوليد الصغير معاوناني، الحمد لله عليها، اللهم لك الحمد انها ربي مازال مطول في عمرها، والله يطول في عمرها اكثر واكثر، وتتشوفني كيما بغات. وهذا الشيء اللي كاين البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.